وصلنا لهذه السنة 2970 كذكرى لتاريخ السنة الأمازيغية. إذن احنا وصلنا لهذه السنة 2970 كذكرى لتاريخ السنة الأمازيغية. هذا التاريخ اللي كان تتحتفل به ومازال تتحتفل به في منطقة شمال إفريقيا، يعني في المناطق الساكنة الأمازيغ. فهذا الذكرى هذه عندها ارتباطات سياسية تاريخية وكذلك كذلك طبيعية مرتبطة بالمحصول الزراعي. فملي تنقولوا 2970 فهو تذكرنا دائما بواحد التاريخ، الحدث التاريخي اللي هو واحد الملك أمازيغي نوميدي شوشونق اللي هجم على المصريين الفراعنة وخاصة الملك 21 الفرعوني وقتلو، وذاك التاج ديال الفراعنة ولا شيشونق هو اللي دايرو فوق راسو، وتأسست ما يسمى بالأسرة الفرعونية الأمازيغية من هذا التاريخ، لأن كانت دائما واحد الحروب متتالية ما بين النوميديين الأمازيغ وما بين الفراعنة. وتنذكروا للتاريخ وإنصاف للتاريخ أن كانت واحد التؤامة ما بين الشعوب المصرية الفرعونية والأمازيغ، وكانوا وزراء وكانوا كذلك حجاب للسلاطين الفراعنة، وكذلك كانت عندهم واحد المجموعة ديال المناصب. عاد جات لهاد الفترة هادي اللي غادي يهجموا يهجموا الأمازيغ النوميديين على مصر، وغادي الذكرى تنطلق من هذا المعطى. ثم كاين ارتباطات اللي هي عندها علاقة بالتقويم التاريخ السنوي الأمازيغي اللي عندها واحد الارتباطات بالطبيعة بالتنبؤ للأمطار وكذلك التقويم الفلاحي. فكانت واحد العادة من العادات القديمة عندنا إمازيغن، واللي كنا تنقولوا لها حاجوزة. ملي تتحل ديك الذكرى، ملي تتحل ديك الذكرى ديال اليوم الأول للسنة الأمازيغية، كانوا الناس يحاولوا ما أمكن يديروا واحد الوليمة بيناتهم، وتيتجمعوا وتيهضروا على التويزة وتيهضروا على المنظومة الفلاحية وتيهضروا على المصير ديال العام المقبل، وتيهضروا على التعاون ديال القبائل كيفاش غادي ينظموا الموسم وبدايه الموسم الفلاحي. فكانوا تيمشيو حتى لذاك فوق ذاك الخيمه وتيهزوا واحد اللقمه اللي شط لهم من الطعام وتيديروها، والصباح تيجيو الا كانت زلعات تيعرفوا بان هذاك ذاك الطقس المقبل فهو شويه خايب، وإلا بقات ديك اللقمه يعني شاده التوازن ديالها تيعرفوا. هذه من خيال الاسطوره وهذاك. إذن حنا تنحتفلوا كاملين كشعب امازيغي كشعب مغربي تنفتخروا بهذه الهويه ديالنا، تنطلبوا بترسيم هذا اليوم كعطله. لماذا؟ انصافا للتاريخ، لان حنا كشعوب اصليه لهذه المنطقه هذه اللي هي حوض البحر الابيض شمال افريقيا حوض البحر الابيض المتوسط، وكذلك في المغرب حنا تنحتفلوا بالسنه الميلاديه ماشي مشكل، تنحتفلوا بالسنه الهجريه ماشي مشكل، وتا هو كقيمه مضافه لهذا التاريخ اللي هو الاصل ديالنا، فلماذا ما تكونش عندنا؟ علاش التعصب؟ ما كاين حتى مشكل، حنا كاملين متفتحين على جميع الأديان، متفتحين على جميع اللغات، متفتحين، ما نكونوش متعصبين. فتنطلبوا من هذا المنبر هذا يتعطانا يوم عطلة، أن هذا اليوم ديال رأس السنة الأمازيغية تكون عطلة للمغاربة، وسنة سعيدة أمازيغية أسكو سمينو، وإلى الخير دلمان دلهنا إن شاء الله.